له نرجع مزلنا، ولكن الآن معنا الزميل شيخنا من مدينة النعمة. أهلا بك شيخنا. أيوة. صباح الخير زميل شيخنا. يتكلم لي هو شيخنا. صباح النور عزيز، أهلا بك وأهلا بمشاهدينا الكرام. يتجدد لقاؤنا من مدينة النعمة، حيث الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية الذي سيزور المدينة غدا بإذن الله. فريق قناة الموريتانية أو فرق على الأصح من قناة الموريتانية ترابط هنا منذ أيام للتحضير لتغطية هذه الزيارة، ولأيضا معايشة هموم وتطلعات السكان في هذه الولاية. اليوم يسرنا أيها السادة أن نشارككم موضوع برنامج يوم جديد المتعلق بالكتاب الورقي في ظل الوسائط الرقمية. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة من مدينة النعمة سيدات الشيخ، وهو مدير ثانوية الامتياز بمدينة النعمة. مرحبا ضيفنا العزيز. مرحبا. إذن بداية نعتذر عن هذا الوقوف في هذا الجو الحار هنا، لكن هو فقط من أجل أن ننقل الصورة من الميدان من مدينة النعمة مع المواطن في مدينة النعمة. إذن بداية ماذا عن وضعية الكتاب الورقي، وهل ما زال يعني بنفس الدرجة من القلق التي كان يحتلها قبل ظهور الوسائط الرقمية؟ أولا أشكركم على هذه السانحة. الكتاب الورقي ما يزال يحتفظ بألقه، لأن على الأقل في البلد، لأن المستخدمين للوسائط الرقمية محدود العدد، ومستخدمو الكتاب الورقي ما يزالون يمثلون الأكثرية الساحقة. الكتاب الورقي مهم لأنه هو أصلا الحافظ للتراث بمخطوطاته المختلفة، وهو الذي يتيح التعلم للغالبية من القراء، خصوصا إذا علمنا أن هذه الجهات يندر فيها استخدام الوسائط الرقمية. ومن ذلك كان الوسائط الرقمية هي المسؤولة عن تراجع الكتاب، دور الكتاب الورقي، والله كان قاعد العزوف عن المطالعة هو اللي أدى الوضعية اللي عيشها الكتاب الورقي. هي الأمور تحكمها نسبيات. هذه الوسائط الرقمية لها في بعض الأماكن دور محدود في صد الناس عن الكتاب الورقي، لكن انشغالات الناس وهمومهم واهتماماتهم الكثيرة وانصرافهم إلى وسائل الكسب وتأثير الحياة المادية بمقتضياتها المختلفة هي التي جعلت القراءة في تراجع. لا نعزوه إلى الوسائط الرقمية بقدر ما نعزوه إلى طبيعة الحياة وتعقيداتها المختلفة. على مستوى الولاية هنا، ولاية الحوض الشرقي، ماذا عن توفر الكتب هنا على مستوى الولاية ومستوى أيضا الاهتمام بمطالعتها؟ على مستوى الولاية الكتب متوفرة في المكتبات القديمة، المكتبات التي تحوي عددا من المخطوطات القديمة التي تمثل هما أو هموما لعلماء وباحثين. هذه المكتبات لا يزورها عادة إلا أصحاب الاختصاص، إلا الباحثون هم الذين يزورون هذه المكتبات ويهتمون بها ويعتنون بها. أما بالنسبة للشباب فبطبيعة الحال القراءة في تراجع، لأن الاهتمام بالمعرفة في تراجع قياسا إلى ما كانت عليه الحالة في العهود الماضية. والمكتبات، المكتبات شنو مستوى انتشارها هم في الولاية؟ المكتبات انتشارها هنالك مكتبات قديمة، موجود من المكتبات هو هذه المكتبات القديمة محتضنة في دور قديمة أهلها يمثلون مهتمين أو ناقلين للعلم والمعرفة خالفا عن سالف بطبيعتهم. هذه المكتبات موجودة في ولاته، موجودة عند زوايا بعض العلماء الذين مثلوا على مر التاريخ ركائز حافظة للعلم في هذه الجهة. وماذا عن المكتبات المدرسية؟ المكتبات المدرسية توجد مكتبات، توجد مكتبة بالثانوية هذا علمي، توجد مكتبة
بثانوية النعمة القديمة، فيها العديد من الكتب والمصنفات القديمة، روادها بطبيعة الحال قليلون، تلاميذ الذين يعيشون بقرب منها قليلا ما يستخدمونها. شنو هي القيمة العلمية والله التربوية للكتب المتوفرة فيها؟ الكتب المتوفرة فيها كتب نفيسة من مختلف الاختصاصات، اختصاصات العلمية الحديثة والاختصاصات القديمة، كتب الحضارة وكتب الفقه وكتب التاريخ ومصنفات النحو، كل هذا موجود في هذه المكتبة. دائما ما تطرح أزمة في بعض المناطق، تطرح أزمة الكتاب المدرسي، هل هذا يعني جزء من أزمة الكتاب الورقي بشكل عام؟ أنا في تصوري الكتاب المدرسي أزمته في قراءته وليست في انتشاره. الكتاب المدرسي متوفر هنا ومنتشر بكميات كبيرة إن على مستوى التعليم الأساسي وعلى مستوى التعليم الثانوي. هذا الكتاب مشكلته ليست في انتشاره وإنما في استخدامه. ما دام يعني العصر عصرا رقميا، يعني في ولي الثورة الرقمية، ألا ترون أن مثلا لماذا لا يتم رقمنة الكتب الورقية وجعلها في المتناول، يعني في متناول الطلاب والمدرسين؟ إذا أتيح لنا أن نرقمن الكتب الورقية ونجعلها في متناول الطلاب والمدرسين، فإن المستوى المعيشي، المستوى المادي للطلاب خصوصا يجعلهم لا يستطيعون الانفراج أو الانفتاح على هذه الكتب المرقمنة، لأن استخدامها يقتضي استخدام الوسائل الحديثة، وهذه غير متوفرة. قليل من الناس من تتوفر له حواسي. طبعا أنتم تديرون ثانوية الامتياز بالنعمة، ما مستوى مساهمة الكتاب، يعني أهمية الكتاب في المنهج التدريسي لمدارس الامتياز التي طبعا أنتم تديرون إحداها؟ نحن ندير ثانوية الامتياز واستخدام الكتاب فيها مهم، لأن التلاميذ يدرسون بواسطة الكتب الرقمية وأساتذتهم يدرسونهم بواسطة الكتب الورقية، وأساتذتهم يدرسونهم على متون من الكتب الورقية. هذا الكتاب ما يزال هو المستخدم عندنا، لأننا الآن لا نستخدم الإنترنت ولا نستخدم هذه الوسائل، نستخدم الكتاب في طريقته القديمة، نستنسخه، نكثره، نجعله مثلا بين أيدي التلاميذ. مناهج البلدان المجاورة ومناهج البلد، كل هذا متوفر عندنا ونجعله بين أيدي الأساتذة والتلاميذ، وعلى أساسه نرفع من مستواهم، وقد تجلى ذلك بينا في مستوى نجاحهم. هل لاحظتم ارتباطا من التلاميذ بالكتاب الورقي، بالإقبال عليه، بمطالعة محتواه؟ التلاميذ في ثانوية الامتياز اهتمامهم بالكتاب الورقي أكثر من اهتمامهم بالكتاب الرقمي، لأن معارفهم منحصرة في هذه الكتب القديمة، قديمة الشكل. استخدامهم للإنترنت، استخدامهم للحواسيب ما يزال محدودا، من يستخدمها يعد على رؤوس الأصابع. جيد، وماذا عن يعني توفر هذه الكتب الورقية التي هي يعني معتمدكم الأول، هل يتوفر لدى ثانوية ما يوفر احتياجاتها من الكتب الورقية؟ هذه الكتب الورقية متوفرة لدينا، لأننا نأخذها في النسخ، وهذه النسخ نكثرها، نأخذ عينات من المناهج، مناهج من تونس، مناهج من المغرب، مناهج من السنغال، مناهج من بوركينا فاسو، هذه المناهج نكثرها ونجعلها بين أيدي الطلاب، هي التي يستخدمونها ويشتغلون عليها، وقطعا ترفع من مستوى أدائهم. وهل هذه التجربة، يعني تجربة مدارس الامتياز، هل استفادت من المدارس الأخرى في النعمة؟ نحن نعيش على تماس واحتكاك من ثانوية النعمة القديمة، وقطعا تستفيد من تجربتنا في طريقة استخدام الكتب وتوفيرها، ونستخدم نفس الآليات المتوفرة لنا، لأننا نجعلها تحت تصرفنا.
إذا السيد المدير، نذكركم والمشاهدين الكرام أننا سنتحول بعد قليل إلى فقرة أخرى، فقرة صحية. يعني ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهونها إلى التلاميذ إلى المدرسين فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالكتاب الورقي والاستفادة منه؟ أولا أنا بالنسبة لي كمشتغل بالتدريس أول شيء أقوله للأهالي والتلاميذ هو ضرورة الاهتمام بالدراسة، لأن العصر الذي نعيش فيه هو بامتياز عصر علم وعصر معرفة، والدول التي تفوقنا بمسافة تفوقنا بما توفر من قيم مضافة إلى ما نملك نحن من ثروات. البعد التكنولوجي بعد حاسم هو البعد المميز بين الشعوب اليوم، وكلمة التي أقول للتلاميذ ولأهالي التلاميذ هي أن يهتموا بالعلم وأن ينفقوا على أبنائهم وأن يعتمدوا الثقافة باعتبارها البعد الذي يميز بين الشعوب. الشعوب اليوم شعوب غنية ليس بثرواتها وإنما هي غنية بمعارفها. ثروة اليوم هي العلم وليس الثروات الباطنية الموجودة في باطن الأرض. إذن شكرا جزيلا لكم سيدات الشيخ مدير ثانوية الامتياز بمدينة النعمة ولاية الحوض الشرقي، شرفتمنا إذن بهذه بإنعاش هذه الفقرة التي قدمناها ضمن برنامج يوم جديد على قناة الموريتانية. عزيزة بقية نشير إلى أن ولاية الحوض الشرقي بشكل عام تشهد تطورا ملحوظا على مستوى التعليم، عرفت مؤخرا تشييد بعض المؤسسات التعليمية، نسبة يعني التمدرس بادية من خلال المعطيات التي تسجلها هذه الولاية على مستوى النجاح، أرقام النجاح والتفوق في المسابقات الوطنية، وكذلك على المستوى الصحي أيضا تشييد بعض المستشفيات وبعض النقاط الصحية في مختلف أنحاء الولاية، يعني مكافحة بعض الأمراض، تحدي تراجع بعض الأمراض أمام الجهود الصحية في هذه الولاية أيضا يبرهن على تحسن الخدمات الصحية. في هذه الفقرة أيضا الصحية معنا أحد القائمين والممارسين للصحة في هذه الولاية، جلو محمد لمين، أليس كذلك؟ وأنتم الطبيب الرئيس من مقاطعة النعمة، مرحبا بكم ضيفنا العزيز. إذن نتحدث ضمن برنامج يوم جديد اليوم عن الوضعية الصحية العامة لهذه الولاية، فهل من توطئة في البداية حول الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا الاستقبال. السابق ندخل نجاوب على السؤال، نختار نقول لكم بأن هذه ولاية الحوض الشرقي اللي نعتبروها من أكبر ولايات في البلد، سكانها تقريبا 466 و 848 ألف السكان، والبنيات الصحية اللي موجودين على هذه الولاية هم تقريبا 147 منهم منهم المستشفى الجهوي، وزيادة على ذلك 11 سنتر دو سانتي اللي و 137 نقطة صحية. لأن هذو البنيات تقريبا يمارسوا نشاطاتهم، ونقدر نقول بأنهم التغيرات ملموسة، وحسب هاي السنة الماضية 2015 من الأمراض اللي كانوا عندنا أكثر انتشار هم الأمراض الجهاز التنفسية ما يسمى بالإنفكسيون ريسبيراتوار إيجي، وحمة الناموس الملاريا والإسهال وضغط الدم، وزيادة عليكم اللي هم بعض من سوء التغذية اللي ياسر فيهم يجبرهم لا بعد هاي الفترة في دائما عند الشهر الرابع الخامس به اللي فترة أعتبروها فترة متينة حتى به الحمان. أن حمة الناموس تقريبا تمثل 19% حسب الأمراض كانوا مسجلين عندها، و 19% تمثلها حمة الناموس فقط. نعم، هذا المرض ياسر فينا
سجلوا لله في زمن الخليف غير وبذلك يعني يتمثل 16% هي شنو هي ترتيبها من دراكان؟ هذه هي النسبه هي المرض الاول هي المرض الثاني هي المرض العاشر المرض الثاني بعد امراض الجهاز التنفسي اللي مثل تقريبا 19% امراض الجهاز التنفسي 19% وحمت الناموس الملاريا تمثل تقريبا 16% 16% نعم وزياده على ذلك تتبعها امراض الامراض الاسهال امراض الاسهال وان هذه الامراض الجهاز التنفسي ولا حمت الناموس اللي ياسر فيه الوقاية منها كيف تلي هم التحسيس تحسيس المواطنين أن أولا هذا المرض وصيفه مولي الزمن الخريف نقول لهم بل ما يقطعوا الأشجار اللي المستنقعات مولي يردموهم وعلى جانب علاج أما الوقاية ياسر في الوقاية تعني إعليات الحوامل عند الشهر الخامس ينطاهم هذا العلاج اللي قال له سفادوكسين بيرميتامين ولا فانسيدار 3 حبات تصبهم وترجع الشهر السابع وزيادة على ذلك مولي ننصحوا كل مرأة موجوعة أو جلاليات ولا شاشرة لسنين ويمشي من عن الصفر إلى 5 سنوات يتكون لها تحت الناموسيات اللي نقولون القبب للمقمصين بيمن لهذا القبب عندهم أهمية مهمة حتى هم مقمصين في مادة كيميائية اللي تقد تصو الناموس ولا الحشرات كامل اللي لا يقربوا من هاي القبة تقدر تصوهم. وهو شنو مستوى انتشار أمراض النساء هون في الولاية؟ ويا كان ثم تحسن على صحة على المستوى كان مثلا قلت حالات وفاة النساء الحوامل؟ مع الأسف الوفيات ما زالت خالقة مع الأسف ولكن تراكنها قلت ولكن نسبتها ولكن نقول بأنهم تحسن هم تحسن بيدين ينخرصوا تقريبا نقارن مع السنوات الماضية ما كان عندنا هون أطباء متخصص في أمراض النساء ولا كان عندنا طبيب جراح ولكن الحمد لله المستشفى الجهوي فيه طبيب متخصص في أمراض النساء وفيهم مولين القايب هم اللي طبيب جراح قد يقوم تقريبا بنفس العمل في الأمر تحتاج إلى عملية قيصرية معناه يقدرون بنفس العمل يعني. زين للتثقيف الصحي اللي تحدثتوا عنه من دراشين في مستوى عاد الوعي الصحي لدى السكان هون في الولاية شفتوا نقول بأنهم تحسن باللي جاءت الوقاية نقلها عن بعض من الأمراض منها هذه الملاريا حمت الناموس ومنهم اللي قص اليدين بالماء والصابون ومنهم اللي همشي الوقاية أن حسوا الأمهات والأهل كامل حسهم أهمية التلقيح عن الأمراض اللي تعرضوا للركاكة اللي تقتل عندهم نسبة كثيرة معناها تحسيسها من جانب النظافة قصدي الأيدين بالماء والصابون هم اللي تحسيس أن الأمراض اللي يلقحوا عنهم بيلي مهم حتى وهم اللي تحسيسهم اللي أن سينقال هم اللي سوء تقلية بيلي ابتداء من هاي الشهر الرابع قد حالات من سوء تغيير قدوا لا ينزادوا بهم اللي فترة الصيف وفترة يقلل البن ويأخذوها والأشياء كاملة هم جانب اللي مهم يقام به في المراكز تقريبا الصحية كاملة أن هذه الأمراض سوء تغيير التلقيح وغسل اليدين بالماء والصابون إلى غير ذلك من درشين هي الاختصاصات الطبية اللي ما هي موجودة هون؟ هون اللي ما هي موجودة تقريبا من اللي هون إيش اللي أنا ظهر لي بنخالك شيء ضروري ياسرين غير أهم شيء ضروري موجود أساسي به اللي مهم عندنا نحن هو نودهم حالة استعجالية جراحية ودهم جراح مستعجل نودهم مرة موجوعة جليات عندها تحتاج إلى عملية بصفة مستعجلة نودهم طبيب أخصائي في النساء نودهم الشير عندهم عنده شيء ذكوة هم طبيب أطفال وتصفية الإكلام أنها تقريبا القلب هذا القلب قد أودهم ياسر أطباء الآمون قد أودهم اللي يصون بين بلاسي بروبانت أن شارج هاسي باتولوجي معناها الأساسي بعد الأساسي الضروري ذكور تقريبا كامل موجود يبقى هم حالات تقريبا حالات قد تحتاج إلى رافع
يحتاج الى اكثر تخصص. هذا الحياه اساسي من شو مشات مال شنو تقدر من حدث حد عنده تقريبا مدرب بصفه درجه كي فهمتينا حتى يحتاج الى عنايه اكثر. ذاك اساسي نرفعهم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم الدكتور جلو محمد لمين طبيب الرئيس بمدينه النعمه. أشكر لكم مشاهدينا الكرام كرم المتابعة. إلى أن يتجدد لقاؤنا من مدينة النعمة بإذن الله، نحن هنا بحول الله لنقل اهتمامات المواطن في النعمة وفي الحوض الشرقي وفي كل ولايات الوطن بإذن الله. إذن يتجدد لقاؤنا في فقرة أخرى وفي لقاء آخر. إلى ذلك الحين السلام عليكم. مرحبا. شكرا جزيلا لك زميل شيخنا والأحمد من مدينة النعمة بالحوض الشرقي. شكرا أيضا لضيوفك الكرام. مشاهدينا نعود لضيفنا في الفقرة السابقة لنشكره على المعلومات اللي قدم لكم وعلى هذا الوقت اللي أعطانا. لم يبقى من الوقت ما نكمل أو نكمل فيه حديثنا عن هذا الموضوع. نشكرك الأستاذ محمد والعبد الرحيم من مبادرة اقرأ معي عفوا. شكرا جزيلا لكم أستاذ، وراجي إن شاء الله أن يتجدد لقاء مرة أخرى نعقبه إن شاء الله حلقة أخرى نستضافكم فيها، والله مالينا نعدروا زيارة قاع المكتبة ما تخسر شيء. شكرا سمحتي كلمة أخيرة. فأقل من ثانية بمناسبة النعمة نذكر باطون نشكر الأخ ملي سلم على مبادرة إطلاق النهارات، مبادرة 1000 كتاب المكتبة الثانوية وجفاية قريب من 5000 كتاب، 1000 منها راي قاس النعمة و1000 قاس العيون، فهذه مبادرة تستحق التشجيع وشكرا. إذا شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد والعبد الرحيم من مبادرة اقرأ معي. مشاهدينا بعد الفاصل فقرة تربية. لا شك أن كل شيء أي شيء في هذه الحياة يحتاج إلى إصلاح، ما دام النقصان هو الموجود فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وعليه فإن التعليم كغيره من القطاعات يحتاج دائما إلى متابعة وتقويم وإصلاح، ولا سيما في بلادنا كغيرها من البلدان التي تشبهها. وقد شهدت بلادنا عدة إصلاحات منذ 1959 وإلى اليوم، ودون المرور بماهية الإصلاح وتعريفه الناحية النظرية لها وهي مهمة في هذا المجال، فإننا نقفز إلى هذه الإصلاحات ونتكلم عنها. ما دام وقت البرنامج لا يسمح بالكثير سوف نتكلم عنها بإيجاز، نتيجة لتأثيرها على قطاع التربية في بلادنا. فأول إصلاح كان هناك هو إصلاح 59، حيث كان هناك إصلاح عبارة عن إدخال قليل للعربية، وبعد ذلك حدث هناك إصلاح 67 الذي أتى بعد أحداث 66، ثم إصلاح 73، ثم ما يسمى بإصلاح 79، ثم 99. هل كنا حقيقة بصدد إصلاحات أم لا؟ من وجهة نظري وفي مقال قد يصدر لي قريبا، لم تكن هناك إصلاحات حقيقية في موريتانيا، فالكل كان نتيجة ردات فعل أو تجاوبات سياسية بين تيارين رئيسيين عرفتهما موريتانيا، تيار العروبي الذي يدعو إلى العربية والهوية وكذا وكذا كما سمعنا في العيون وتمر العيون إلى غير ذلك،
تيار آخر فرانكوفون يريد أن لا يكون هناك سوى يعني لا تشبثا بالمستعمر ولا بالغرب ولا كذا، ولكن نتيجة مصالح اقتصادية وغيرها وكذا. المهم أن الإصلاحات في موريتانيا ذهبت أدراج الرياح بسبب تصارع هذين التيارين، سامحهم الله. فلو رأينا الدول التي في جوارنا يعني مثل المغرب مثلا وتونس وكذا، نرد ازدواجية الحقيقية. التلميذ هناك يتكلم الفرنسية والعربية بطلاقة وبأحسن ما يكون وبسهولة، هناك مواد بالفرنسية ومواد، وهذا لا يشكل. أما نحن فقد ظللنا منذ الاستقلال في تجاذبات بين أن يغلب التيار العروبي والغلبة هنا بمعنى القضاء على الآخر، أو التيار الفرنكوفوني بمعنى القضاء على الآخر، بينما التربية ينبغي أن تبتعد من هذا، تبتعد من السياسة. فالسياسة التربية هي خدمة اجتماعية للجميع، ولا ينبغي أن يحتكرها ويتدخل فيها أي سياسة.